ام بي بوم يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. وش رايكم في الفتى النشيط عموري؟ ها كيف ظبطتس ولا ما ظبطتس يما؟ هذه اغراضك كلها جايبها من البقاله. وش ذا؟ ليش ما قلتوا لي؟ في اغراض كنت ابيها. حتى انا في اغراض كنت ابيها. لا يا شيخ، وش تبيني اسوي؟ اخذ ميكروفون واقعد ادور بالبيت واقول من يبي بقاله؟ من يبي بقاله؟ راجع البقاله، من براجع؟ مشكلتك انت وياها. خلاص لا طلع بعدين يجيبها لكم. ماما صابون معاين خلص. البقالة فيك فيك، روح للبقالة ويرسلون طلباتهم على الجوال. اي بس توني جايبه. والله لو انك جاي من القصيم، البقالة باخر الشارع. يلا روح لمها انزلع. سم سم. الو أبوك يا النكبة، شو أسوي الحين؟ خير إن شاء الله، غبي أعمى ما تشوف؟ آسف طال عمرك ما انتبهت. تصدم سيارات خلق الله وتقول ما انتبهت؟ وين أصرفها دي ها؟ وين أصرفها قل لي؟ أنا أصرفها، خليها علي، عسل على قلبي. مسموح ما جا منك، اسعدها من فرصة يوم صدمتني. انا اسعد بس ما عندي تأمين. ما بي منك شيء، ما بي منك شيء. لو تروح سيارة تعال. اكيد ما تبي شيء، يعني ادزها. دزها ويا جعلها دزة السلامة. دزها. طيب درب السلام، الله يحفظك يا روحي. أغراض أغراض، وآخرتها شبسات وحلاوة. مو بشغلك، أهم شيء جبت المفرحات اللي أبغاها. لكن نسيت شيء زي العادة بس. أقول أهدى أهدى، ترى الأخلاق سوح. الله يعافيك يا عامر، تعبناك معنا. شكراً يا عامر. وشو عليه شكراً وتعبناك وتعبناك؟ هذي لا شغل ولا مشغلة، والبقالة هذه هي براس الشارع. وراك علي يبا، أنا وش سويت؟ قطاوة أنتم. هد يبا هد. يا عمري يا عموري. ها؟
أمه عاد عموري آخر مرة قلتها لي بثاني ابتدائي، لكن أنت صاحب اللقب لك فضل علي. كل لك يا عبوري. عوعو حبيبي، ودك أسوي لك الجريش اللي تحبه. عموري يجي يمه، بس عوعو ما تجي أبد. شبعت شبعت أحاسيس ومشاعر وتريش حق سنة قدام. راهم يا عمرو. النشبه ذايبيك دربد النشبه ذايبيك هلا يا قلق، تجي الاستراحه يا ابوي. خش الموضوع قول له على الكبسه. اقول لك انت جاي يا عامر، جيب حبه مندي مع الرز. ابشر بي يا كفته، يجيك احلى كبسه انت والقعطيه اللي معك. مع السلامه. ابوك يا الزحمه. تفضل تفضل افتح طريق يا اخوان. تفضل، كيف اقدر اخدمك؟ عطنا حبه مندي واربع لبن. حبه مندي؟ ايه حبه مندي، وكثر الرز ها، وحط بصل، سلطه مطحون، ملاعق زياده، صفر، اي شيء زياده حطه. ابشر لعيونك. كفو والله. شرفنا اليوم بزيارة الغالي عامر، وهذه كرامة له وعذرنا على القصور. تفضل حياك الله. كفو والله. سموا يا عيال، سموا سموا. ألو الأخ عامر، معاك مرور الناصرية. أنا مالي دخل، طلبت حبة مندي وهو نزل لي مفطح. أبيك تجينا الحين. أبشر أبشر الحين أجيك. كلوا كلوا يا عيال عادي، تخني أنا. الرجال اتهمك إنك صدمت سيارته وهربت. قسم بالله ما هربت، هو اللي قال لي ما بي منك شيء، حتى قال لي لو يروح موتر يتالف في دراسك. حضرة الضابط هذا كذاب نصاب، هذا صدمني وانحاش حتى ما نزل من السيارة. ورق قلبت. نعم طال عمرك، تسمح لي بس خمس دقائق؟ خمس دقائق أكلمه شوي. خمس دقائق كثير. دقيقتين. أوكي دقيقتين تفاهموا مع بعض وأنا راجع لكم. اسمع، تنازل ماني متنازل، لا تقعد تقلب راسي. ها للحين صامل ما تتنازل؟ متنازل متنازل ما في منك شيء مرة. لا 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 حقك، أنا صدمتك واستاهل السجن. لا بسم الله عليك لا تقول ذا الكلام، تكفى بسم الله عليك من السجن. طب اسمع، إذا جاء الضابط تكتب تنازل إنك ما تبي مني شيء، أوكي؟ إيه أبشر، من عيني دي قبل دي. بس تكفى عندي طلب، أبيك ترشني رشتين بس عشان أروح البيت والحرمة تحبني. قلب علي ما أدري إيش فيها. قلب عليك؟ إيه والله. لا 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 حرام، ما تستاهل صراحة. خلاص وقع التنازل وأعطيك الرشتين. أبشر يا روحي. طال عمرك خلصنا. مساء الخير. مساء الحب يا حب. بلا مساء بلا صباح. جبت لي الطقم الألماس اللي قلت لك عنه ولا لا؟ والله يا حياتي صراحة أنا نسيته، بس لو تبغيني راح أجيب الحين راح جبته عادي. لا إيش دعوة،
ايش دعوة؟ اصلا انت اغلى من الذهب، اغلى من الالماس، اغلى من اي شيء حبيبي، اصلا يكفي وجودك بحياتي، هذا بس يكفيني. للحين تبغاني اغسل الصحون في المطبخ؟ صحون؟ لا انا ابغاك تنسى هذه الجملة تماما. المطبخ اصلا هذا انت ما راح تدخله مرة ثانية حبيبي، ابدا ابدا، انا اللي بختمك، انا اللي راح اختمك حبيبي، انا. اشكرك. يا الخسرانة يا كفتة، خسرانة طيبة قلبك وحنيك. أقول لا تقعد تدعس لبس يا ابن الحلال، شايف وجهه يا ياسر؟ أترك الرجال في حاله، اللي فيه كافيه، ترى ربي ابتليك في عيالك. قال الله ولا فالك، تخيل بس اللي تعال كفتة، كم واحدة شفتها شوفة شرعية وانحاشت. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، 14. تبي نصيحتي يا كفتة؟ سو عملية تجميل يمكن تزين أمورك. حنا أخوياك يلا يلا متقبلينك. أقول لك ياسر، أنت اللي بالك عملية تجميل في أخلاقك اللي زي الزفت هذه. كفة تنمر على الرجال. دربد 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 دربد. أوف 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 أوف. وراك تبكي يا كفتة. يبكي لأن البنت اللي خطبها كرشته عقب ما شافت وجهه. يا أخي يسد يا ياسر، تراك ثقلت على الرجال. كفتة تعال أبيك. وين تاخذ تخطب ولا بعد؟ ما هو بشغلك. ترى من الحين اقول لك لا تتعب نفسك، بيكرشونك اذا شافوه. وش تبغى فيني يا عامر؟ خليني في حالي. اصبر يا كفتة، لا تصيح يا اخي، عيب عليك. انا ما بيك تصيح، ابيك تعطر تضبط امورك. اوكي يا لبي، احبك يا كفتة. وانا احبك يا عامر. اسمع، ابيك تدخل وتجلس جنب ياسر، ها؟ اوكي، لا تصيح، ما تصيح دموعك. يلا شاطر، يلا انبسط استانس. ها لا الحين صامل تبغى تتزوج يا الشبهة. يا لبيه يا لبيه. ايش بك انت؟ احسن واحد شفته بحياتي يا كفتة. ابد يا كفتة، اطمخ اي واحدة تبيها، انت اشر بس قل ابي ذي ونجيبها لك. هاي فواحبيه، انا مستعد يا كفتة اعطيك اختي، ولنا الشرف اننا الناس بقى حبيبي. لا لا لا، لا يكون اختك وجهها طويل مثل وجهك. حقك حقك يا كفتة، بينك وبينها الشوف الشرعية، عجبتك خذها، ما عجبتك دزها. عامر ايش الارجع؟ وش انت مزين يا عامر؟ بعدين بعدين علمك. سليمان، صارت الساعة 10 وانت بعدك لا ذكرت ولا نمت. إلا يما أنا أذاكر، لكن ما أجي أذاكر قدامكم عشان ما تقولون علي منافق. هجلس أذاكر بغرفتي. ما شاء الله، اسمعني، هي كلمة واحدة، إن ما جبت ممتاز لا أشيل عنك البلاي ستيشن ولا عاد تشوفها، فهمت؟ ترى عارف أمي قول وفعل. أخي إيش سوي، بكرة علي اختبار علوم وصعب، ماني فاهم منه ولا شيء. عفو عليك، أنا ضبط. أحلو، ضبطني كيف؟ إيه بس ما تعلم أحد. بس أبشر بعز. صاد صاد. ها وش عندك سليمان؟ عند صاد. وش تبي؟ صاد ما فهمت السؤال هذا. بس الأول صح. والثاني صح غلط صح صح غلط غلط صح صح غلط. تعال أبي أعرف وش كثر مشتاق لي أبيك، كثر صبري كثر ما تطري علي. أنا هيا هيا يا روحي، هيا تعالي قربي، راح تعرفي كل شيء. هيا ترى هو شكله كذا من بعيد، بس إذا قربتي وش زينه وش حلاته. تعال. ألو
عليك القتالة. موافقة. ياوة. وضبطت بربع تولة. وضبطت أمورة زواجها اليوم سريع سريع. من هو ويباع العطر ذا؟ علمن. إي والله يا أخي. علمن. كلنا من فين تشتري البورفيوم الخطير هذا؟ كلنا بلاش حسد. تخبي على ود عمك. سنعن. أقول مهبول أنت. هذا العطر الوحيد اللي في العالم ما يملكه إلا أنا. جاهز يا روحي. جايب الفطور لين عندي. الزواج مشاركة. طيب وده الماسك ليه الحين على وجهك؟ الإرشادات بتقول ربع ساعة بس وجهي يبغاله 24 ساعة بس عشانك يا بيبي بشله. خير. وين الفطور؟ قصدك مساء الخير. باقي شوي ونتغدى وانت تسأل عن الفطور؟ وش تعلميني بهالثور؟ يسحر بالليل وين بالنهار؟ معليش كنت بصحى الصبح ولعلها هجت معي وتوني صاحي. انت يا بزر قومي صبي القهوة. ليش ما عندك يدين تصب لنفسك؟ هي سادزة وانا ما صب لنفسك. انا ماشي مع مبدأ الصغير يخدم الكبير. ليه؟ محرول ولا فيك شيء؟ ايوه شكله محتاج رش رشتين ضبط الأمور. طيب من اللي طق الباب؟ معاه درنب. كفتة. اتحداك الأرنب البطل. العطر اللي أعطيتني خلاص وزوجتي طردتني من البيت. مهبول أنت، معطيك كمية تكفيك أسبوع خلصتها بيوم. لا يكون شربت يا الهطف. لا رشيته كله في ليلة العرس. كنت أبغاها تموت فيني بسرعة وتعشقني. تعرفني عامر أنا رومانسي بس منسي. أم عاد منسي. أوكي أوكي خلاص دزها لبيتكم وأنا باخذه وأجيك أعطيك رش رشتين. يلا رح رح يا أرنب. يلا يلا لا يصدونك. أمش يلا. الحمد لله والشكر لله. الله لا يبلانا. يبا سم في عطر ضايع اللي ما شفته. لا ما شفت شيء. وش السالفه؟ وش حمله التنظيف ذي اللي طرت على بالكم فجاه؟ بعدين الزبده في علبه عطر لونها اسود ما شفتيها؟ لا ما شفتها. بعدين ارجوك لا تعطلني عن شغلي. وش السالفه؟ جوال قرقرقر. ابشري ابشري ولا يكون خاطرك الا طيب. ها سليمان يخلص ندف هذا. روحي مطبه وقص المواعين. ما في بلاي ستيشن. ابشري عمتي ميري. وين عامر؟ اروح اناديه؟ لا 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 تعالي بس بعدين انا اشوف وين هذا ولد مجنون. النشبة ذايبيك. النشبة ذايبيك. هلا وش بغيت؟ عامر الحق علي يا عامر. الربع تولة اللي عطيتني خلصت والمدام رجعت تقلب علي. تكفى تكفى فزعل يا عامر تكفى. يا ابوي دزة الشغالة أخذت العطر تفهم ولا ما تفهم؟ اسمع يا عامر أبو أعطيك 50,000 ريال على ربع تولة بس تكفى تكفى دبرها لي وتصرف تكفى. تندف كويس يا أبو عامر.
مية مية. الحمد لله، كنت أنا أصابي تامرين شيء ثاني يا طويلة العمر. السلام عليكم. عليكم السلام. عجيب والله، وش انت لابس يا مهبول؟ لا ابد، بس فيني حساسيه ورحت للدكتور واعطاني ذا القناع. ميري ابيس شوي. ميري انا معلوم انت شي العطر، اعطيني اياه بالهداوه عشان ما افلم بس. اوكي عشان الأذر أنت، عشان بابا حاتبت أنا. والله لو تتسبحين بالعطر ما تشمين من أبوي ولا ريال، أعرفه ما ينفع معه لا عطر ولا أسلوب. إذا ما أنت مصدقتني جرب يطلبي منه 5000. أها أبو آمر، سمي يا خلفهم. أنا أبغى 5000 ريال. والله لو تبين هذا لا زيادة على الراتب تحصلينها. آه ما قلت لس، أعرف أبوي زين، كل شيء ينزل فيه إلا الفلوس، لو بغيبوبة يصحى. الزبدة أنت كم يبيرس وتخلصين بيتس؟ 20000 ريال وتكت عشان أنا أسوي سفر، بعدين أنا حاتك قطر. أبشري بعزز، دس 20000 وتذكرة فوقها. وهذه 20000 ريال والتذكرة دزيتها لك بالواتس. خير 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 ان شاء الله. ايش اللي مسوي في نفسك انت؟ رجعت حرب الخليج؟ لا بس عندنا حشرات بالبيت. خذ هذه الربع توله. الله يخليك لي ولا يحرمني منك. انا ما ادري شلون بدونك عايش. فما له. تعال تعال. انا اللي ما ادري بدونك شلون عايش. ميري. وصلها معك المطار على الدزة. لا تناظرني يلا. من يفتح السوم؟ 10000 ريال 10000 ريال 10 ريال 10 ريال. سلامات، داخل بقالة تشتري لبن أنت؟ وش للسوم النايمة؟ 100000 ريال. أبوك يا السوم البطلة 100000 ريال من يزود يا عيال. أنا أحتاج هالعطر مدام عليها الإقبال وفي صفقة تجارية كبيرة، ينفع؟ سلامات يا شنبو، أنت جاي تسأل ولا تسوم؟ أنا أسأل. 200000 ريال 200000 ريال 200000 ريال 200000 ريال 200000 ريال. من يزود. لو سمحت أنا طالبك يا الغالي، أبي هالعطر، أبي أقدم موعد العملية. والله تعبت. 500000 800 شوي لو سمحت. خلاص لا تبكي لا تبكي. أبكي. الفلوس تروح وتجي، أهم شيء صحتك. خذها والله يفداك. لا تبكي لا تبكي خلاص. الله يشفيك الله يشفيك. العطر كان أحسن لك.